الله حيهم. هلا والله، شلونك؟ شلونكم؟ مساكم طيبين. تمام الحمد لله. شلونك؟ انت راسمه شيء ورا بالطوفه؟ ها؟ راسمه شيء في الطوفه انت؟ لا. ها؟ هلا دعاء. لا. هاي. شنو الطوفه هذه؟ هذه عشان دبي فيها شمس فلازم تحطي كذا. هلا هلا دعاء، شلونك؟ طلعت من شوي كان في خاطري كلام، بيض الله وجهك. اشتاقت دبي لك، تخيل. والله العلي لا بين وافي. وافي يا قلب اخوك والله. جالها ما تعطب والله، مدين لك صدقني اني مدين لك. الحمد لله والله. ليش بعيد صوتك عمار؟ انا صوتي بعيد، ما هو من ورا ناصر. ناصر دائما صوته طاغي. كل شيء فوق راس ناصر، كل شيء فوق راس ناصر. يلا يلا، مشكلة مشكلة. أنا صوتي ناصي. إيه داري يا. شوك بروبلو. أجيب هذا، صوتي تمام. ممكن. ألو ألو. والله عينك. تمام تمام صوتك. ها داري تسلكين، تمام تمام، على أساس يعني تتعبر. تمام. لا والله تمام صوتك. والله حلو تمام صوتك. شو أخباركم؟ تمام أخباركم. أنا وداري. أيوة. أنا دع الله. لا. لا لا لا، انا ابي داريا. لا لا يا يلا، مشكله مشكله. تعالي دعاء، تعالي دعاء. لا 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 لا، انا ابي داريا. داريا معي. الحب يا ناستر يا داريا، انا ابي وزاره اعلام معاي. انت تاكلينهم بلسانك هديه. الله على قاعد كبسوا قاعد كبسوا كبسوا. يلا 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 يلا. داريا انت وين؟ بنات تكبير. انا بالامارات، برج خليفه. ما شاء الله، برج خليفه. ايوه. هي في الطابق 15، انا في الطابق 115. ايوه. لا انا 100 بالحب. ما شاء الله. 15 عشان انت ما يدفع كثير. داريا. ايوه النبي. شفتي سلطان العنزي؟ ايوه. لا كيف سلطان العنزي؟ لا ما شفت سلطان. ما شاء الله. والله سلطان بعده ولا راح؟ ما شفنا ما شفنا. صدمنا بطوله والله ما شاء الله. طويل ها؟ اوف 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 اوف. نفس برج خليفة، نفس برج خليفة. حتى ما شفناه. الله احبه سلطان. والله احبه. سلطان طيب، احبه والله والله احبه. ايوه يا سلطان. حياته كلها الناس فاهمينه غلط. والله فاهمينه غلط. ضارب الطوف 24 ساعة. جايز وردة وردة وجش داريا وردة. ورود ورود. يلا سلالة داريا. منو اللي قال صوتك بعيد؟ الو الو الو. ما درمون شيء الله، كأنهم ستارة. خلاص صوتك ربع ابوي نايم بالغرفة تكفون. داريا تمام تمام. والله صوتك عادي. أنا يسمعك. انا اسمعك هلا بعد السماعات اسمعك. دبل يا جماعه دبل. ورده 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 ورده. الورود ورود. داريا عز الله يعزك. سلمتوا على جماعه البث عندكم، تكرمون ان شاء الله. قفلت البث بوجيهكم، ترى ابوي جاء. قلبي حنين لو ردمتوا. ما شاء الله يا كبرك يا طولك. الله يا دبل دبل دبل. الانسان مهما كبر يبقى طفل. والله يبقى طفل عند ابوه. ناصر قول شد شد شد. شباب 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 شباب، ترى لازم انتقام. جوله ولا جولتين عمار؟ انتقام جولتين وما بي اي سماح واي حصانه. يلا يلا يلا. ارلق ارحب يا جماعه، شيروا البس، ما في شير. ليش ناصر افندم؟ شيروا اللايف. سوري سمح، انا ما في اليوم اقسم. ارحب يا خلود. سكنت يوك يعني انت. انت موجوده سكنت يوك. الله عليك. خلاص كفو. الله جايز كفلوني يا شوف هذا كلام حلو. يا الشير 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 جايز الشير. شيروا انت باسطنبول. كبس كبس احباب الروح. ابد خلص يا خلص. كافي كافي. ارجع ارجع قطر. يا اخي احب اسطنبول داريا، والله احب اسطنبول. ويمكن بالحرب الحرب يروح هناك. اي بس اقعد. اي عمار اقعد اربع شهور. عمار تعال اسطنبول. يوم 25.
والله تعال نروح. شوف انا يا ربع وش اسوي يا ربع في السماعه؟ آه بعد جننتوني والله جننتوني. والله مشكله انا عندي شغله هنا. والله يا كون شو اسوي؟ عندي شغله خلصه والله لازم اقطع يعني، فمو معلومه اسافر خلاص. اذا خسرت الجوله بخليه يحكم علي يقطع السماعه. ناصر افندم، ترى ناس يقول راح يصير زلزال اسطنبول. زلزال شنو؟ زلزال زلزال وراسك ابوي معاي. لا ان شاء الله ان شاء الله يوك ان شاء الله راح يصير زلزال وقريب واقوى من اتايجا يقولوا. صح لا ان شاء الله لا ان شاء الله لا ان شاء الله ان شاء الله. لا بس يعني حتى داريا يبيع كل شيء ملابس في اسطنبول كل شيء. ايوه صحيح داريا. صح والله لانه كل تلفزيون يقول كذا. والله لا الله ان شاء الله. طب انت تخربط بالكلام من الخوف. اذا صار لك شيء حسابك اعطيني الي تمام. داريا خلينا نتفق اتفاق. تعطيني كل الفلوس اللي عندك في البنك واعطيك كل الفلوس اللي عندي في البنك تبدلين. تمام. قولي والله العظيم موافقه. ليش بتبدل معي انا اصلا؟ البنك يبقى منه فلوس. البنك يبقى منه فلوس. مستحيل والله ما اصدق. والله ربي داريا مديونه في اسطنبول، مديونه في دبي، مديونه في كل مكان. مستحيل والله مديونين هذول. انا دمت قالت لي داريا تشوك برا. زمان تشوك برا. اخر ثواني زنقيل شوف السكوري. امجد كورتي جيبي جنزنقي. بس قلق. لا قلنا جولتين. جولتين. عشان فزنا جولتين. الحكم الاول. عمار انت قول جولتين. شوف انت. ها عمار رجعنا بالكلام؟ انت محترم. لا جولتين اصبر. هذا واحد ما يشغل. يا داريا. والله الفريق اللي معاه داريا. يلا سهلة داريا. يلا سهلة. الفريق اللي معاه داريا. نظامها انها تهدد بالاحترام. انت محترم. يا عمي دعاء عبية. كفو يا اللي عند عمار. بسم الله عليكم كفو. عمار. ها ناصر. حب كبير للشيخ آرين مسرور برزاني قسما بالله يا أخي. هذا الرجال مخجلني والله العظيم. ما شاء الله يا أخي. بعد شيخ آرين ما شاء الله. إيه والله. أنت عارف السالفة يا تبش. طيب أنت عارف من يا أخي. أحبه داريا. تدرين اللي يروح معاك بنفس الفريق يرتاح يقعد على الكرسي يحط رجل على الرجل. الكلام كله عندك أنت. منو؟ ما شاء الله ما شاء الله. انت وزارة اعلام خليهم داريا. ايه خلها بفريقي بس امي يصرحون هي ترد عليهم. انا شلون عندي دعاز وزارة الداخلية والاعلام وكل شيء ما شاء الله. وزارة الدفاع بس مشغولة في العيون. هي معود ترجع يا معود دعاز انا ساعة نمدح فيك. وزارة الاعلام والسوالف. الله يسعدكم. الدبل الدبل شباب الدبل ترى رحنا. وردة قول تبين الجولة انتي؟ ايوه. يا عمار البارح طلعنا شباب الدبل كان ناقص بس الدبل. انت وردة بس الدبل. انت الدبل انت بس. يلا يعزكم. شو تسوي والله انشغالات. يلا يعزكم. كفو كملنا. الله يحفظكم والله. انها الدبل. وش تنزلون؟ الدبل يا جماعة عليه روح دبل. دبلوا وشيروا البنك. دعاء شنو احكامك؟ حكمت اسد. اوه احكام سلخ مع اني تعرفني انا شخصيتي بالميك اب غير شخصيتي بدون ميك اب. دبل. انا احكم داريا. والحصانه انت محترم. انا عندي حصانتين نصر اعطيك ثلاث حصانات يعني. ارحب يا ايرلاند. فلوت. ناصر لا تدعم من حساب ثاني لو سمحت. ناصر ادعم من حساب ثاني. لا يان شوف عيونه صار بالسناب دير بالك. لا والله كلم والله كلم السناب. والله كلم السناب. خلود شكرا. جو وش هذا بيدك؟ هذا ما يوريك جد كل شيء. لا انت كل شيء كل شيء اشوفه عندها تشتريه اشتريه راح اشوفه. وش هذا انا يشتري؟ هذا نفس كذا بس باودر بس هذا مره جلتر قوي. الله خلص بكره يشتري. ايوه ايوه بكره. كومنت شكرا. من وين؟ عشان ما في دعايه يعني ما اعطونا فلوس. لا استنى اروح اخذ منك اعطي. ها؟
ما عملت هذا الحساب. لا انا مش محترمه. يا عمار عيوني علي الساهر وينها يا اخي؟ كانوا محترمه ابدا. ايش اسالي الكومنت مستحيل يقولون. ها عمار. ها علي انا اخر مره جاء عندي يوم الاحد كان. شوفوا يا جماعه راح اسوي جاء عندك وين يعني قصد؟ عندي البيت. لا جاء عندي البيت. ايوه اي والله جاء عندي وهذا كان عنده مسكين محترم الولد والله. اي والله بس هذا كمان انا قلت له والله قلت له حاول تفتح بث وهذا اخذت الفكره منه اعطيته شويه معلومات وشغلات عن البث وقلت له شنو الكرت الصوت اللي يستخدمها ان شاء الله يعني يجيب الاشياء الحلوه وقلت له حاول لا تنقطع بس يمكن مشغول او موقف كل شيء على مود يعني ما اعرف والله بعد الله الله انت بس لما يعيش هون اقسم بالله احنا فاريوك فاريوك. يلا نروح تركيا دعاء ركزي بالجوله يا معوده ركزي لا بعينكم التوب والله وجودكم التوب والله انتم افندم انت تلقى كم هذا درجه كم ابارتمنت انت كم كم ابارتمنت صفر يعني انت تحت بيتك ارضي 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 الدساف زلزل انت مرحوم لانه كله مرحوم ها لا حول ولا قوه الا بالله ذبحتنا داري يا جماعه عادي عادي اصلا كل الناس راح يصير مرحوم بس انت اول واحد بس بسم الله بسم الله بسم الله مع ابوه احكامك بسم الله بسم الله عليك اخر ثواني راح نفوز راح نفوز ما عليك خلود موجوده ما نخسر احكم احكم مو في حدا عندنا احنا مساكين داريا معي بالفريق تقولي راح تموت ايش اسوي شلون راح نفوز لا تحكموا ناس رحكم انا عمار خلاص حصانة انكسرت تمام انكسر عمار ناصر عندي حصانتين انا عندي حصانتين مو ينكسر يعني انكسر عمار زين وين اطلبك حصانه ما تطلبني حصانة اخو نايف تطلبني عمار انت محتاج لحظة داري خليني اتذكر جزاني كومنت صحيح كلامه انا اطلب عمار صح ولا لا؟ انا اللي اعرف اطلبك حصانتين نور طلعي الدفتر اوف 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 في دفتر انت انا اللي اطلبك حصانتين ترى والله؟ ايه طيب خلاص انا عندي حصانتين يلا احكامك يعني ناصر جيت للحصانات تعبت يعني انت لازم العب معك ثلاث جولات عشان اكسرها يا مشكله تطلبني دين والله طيب شو انت حصان والله احكم الدعاء قلبك عمري لا ما عندنا كومنت احلى صديق شيء لا ما عندنا امس انا حكمت على مشاري وحسين حكم على عمر لا يحكم يلا احكم يحكم عادي لا الأمانة أمانة عمار يلا انت يحكم داري يا ورعة يلا عمار احكم عمار اصلا عمار ما يحكم قوي لا انا والله خلاص عمار احكم ايش دعوه حقك ايه طيب اكيد اكيد اصبر يلا اجي لك فتشي يعني يلا معجون اسنان او بيض ابد اللي تبي بس لا هو تركيا شلون يقدر يجيب طبق يعني تركيا ما فيها بيض لا يعني بالهوتيل او بالغرفه لا بالتركيا ما في كذا ممنوع صح داريا كذابه مو ممنوع والله اذا ناصر يقدر يقول لنا شعر يعني شو رايك تكفى تكفى والله مالي خاطر الله خلها انت كم عندي حصانه حصانتين خلها ثلاث يلا ثلاث حصانات يلا صار يا مال الله عمار دعاء داريا يلا مع السلامه مع السلامه انتبه من زلزال ان شاء الله يلا والله